بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. الآية التالية أي 55 من سورة شابيتر لطبل سري المائدة. إنما وليكم اللي يحرسكم ويقويكم ويميزكم عن من هم سواكم، إنما وليكم الله ورسول. الولي الأكبر هو الله، والذي دونه في الولاية هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وشكون آخر من أوليائكم يا من ذكرتم في الآية السابقة؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هم هؤلاء المؤمنون بشهادة رب العالمين؟ من هم في رأيكم؟ زعما شكون من المذكورين هنا؟ إنما وليكم الله ورسوله، ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة، مش الكسالى، مش المنافقين اللي يخطيهم الإيمان برب العالمين. هم كيف جانوس، وهذا في الميثولوجيا اليونانية، جانوس هو الشخصية ذات وجهين ذكرت على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة، اللي ذو وجهين غير وجهين عند الله، لا قيمة له عند الله، لا يهتم بالمولى لا بعناية ولا بعلم ولا بتوفيق ولا مجر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يعرفوا للمال مش ماله، واللي خذاه من عند الغني سبحانه وتعالى بشروط، منها إخراج الزكاة أي تطهير هذا المال وتنميته، حين يؤتون الزكاة على الوجه الشرعي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون لرب العالمين. راكع وساجد. نعود إن شاء الرحمن عودا مباركا ليس فيه دغش وليس فيه شك. نحن أمدنا الله بحب الجد في كل الأمور، تكون أمور روحية أو عقلية، سادي سبيريتويل وانتلكتويل عقلية وفيزيك، سادي بدنية، علاقات اجتماعية، علاقات مع الرب الذي لا ليس له ند سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لمن؟ للرب الأوحد سبحانه وتعالى، لا نركع لغيره ولا نعطي الدنية في ديننا. ديننا هو علاقة متينة بالله، ولا ركوع عندئذ إلا له سبحانه وتعالى. وهم راكعون أي مستسلمون في كل أحوالهم الروحية والعقلية والمادية. والسلام على أمة الإسلام من أولها إلى آخرها، والحمد لله الرحمن المنان على عباده، والسلام على أهل القرآن اللي هم فعلا أهله ويبشرون به ويحزنون أعداء القرآن عندما يبلغون القرآن بأي وسيلة كانت. وبتبليغ القرآن هناك قلة تستفيد وتستبشر، والأكثرية الساحقة مسحوقة، لأن اليقود فيها شيطان الرجيم اللي اسمه إبليس، اللي اسمه رحمة الرحمن، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون.